أحمد علي صالح يعود للواجهة من جديد ويلتقي مسؤول جنوبي كبير في اليمن، تحالفات جديدة مع قوى سياسية واجتماعية، ودقت ساعة الصفر، تصفية الرؤوس القيادية بجماعة الحوثي يدخل حيز التنفيذ، وعملية إنزال جوي أمريكي في محافظة شبوة شرقي اليمن، وإعادة صنعاء للسيطرة على مأرب، والحوثيون يكشفون عن تنسيقات وتبادلات غير مسبوقة مع المحافظات الشرعية المحررة. دقت ساعة الصفر، تصفية الرؤوس القيادية بجماعة الحوثي يدخل حيز التنفيذ، تصعيد أمريكي ضد قيادات الحوثي، تحول جذري في الحرب باليمن. شهدت الحرب في اليمن تطورا نوعيا مع استهداف الطائرات الأمريكية المسيرة لعدد من القيادات الحوثية في منطقة الصومعة بمحافظة البيضاء، مما يعكس تحولا استراتيجيا في موقف واشنطن تجاه جماعة الحوثي. المحللون السياسيون يرون أن هذه الخطوة تحمل دلالات قوية على أن الولايات المتحدة أصبحت جاهزة لتوسيع نطاق عملياتها لتشمل القيادات الحوثية الميدانية، بعد أن كانت تركز سابقا على استهداف البنية التحتية العسكرية للجماعة دون المساس بقياداتها العليا. تحول استراتيجي في سياسة الولايات المتحدة. يشير المحللون إلى أن الهجوم الأخير هو بمثابة رسالة واضحة بأن واشنطن قد حسمت موقفها متجاوزة الحذر السابق الذي كان يحكم عملياتها في اليمن. فالسياسة الأمريكية كانت تقضي بتجنب استهداف القيادات الحوثية بشكل مباشر، واقتصرت في معظمها على تدمير مواقع استراتيجية مثل مخازن الأسلحة ومراكز القيادة العسكرية. ومع ذلك يبدو أن هذا الهجوم يمثل تحولا جديدا يترجم استعدادا أمريكيا لملاحقة القيادات الميدانية للحوثيين. نهاية مرحلة الردع وبداية مرحلة تصفية القيادات. وفقا للمحللين، تعكس هذه العملية نهاية لمرحلة الردع التقليدية مع الحوثيين وبداية مرحلة تصعيدية جديدة، حيث انقطعت العلاقات بشكل نهائي بين واشنطن وجماعة الحوثيين. فعملية الاستهداف الأخيرة تؤكد أن الحواجز الدبلوماسية التي كانت تمنع المساس بقيادات الحوثيين قد أسقطت، مما يعني أن واشنطن قد تخلت عن محاولات التهدئة أو الوصول إلى حلول سياسية معهم، وبدأت في تنفيذ عمليات تصفية استباقية للقيادات، وهو ما يضع الجماعة في خانة الأهداف المباشرة. ماذا يعني هذا التحول لمستقبل الحرب في اليمن؟ المحللون يرون أن العملية في الصومعة تشير إلى بداية فصل جديد في الحرب اليمنية، إذ أن التصعيد الأمريكي ضد القيادات الحوثية الميدانية قد يعني تحولا كبيرا في استراتيجية الحرب. فقد يتم التركيز في المرحلة المقبلة على توجيه ضربات إلى مخازن الصواريخ وخنادق الجماعة، علاوة على استهداف القيادات العليا للحوثيين بشكل مكثف. وتوقع المحللون أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الضغوط الأمريكية على الحوثيين، ما قد يسهم في تغيير ديناميكية الصراع في اليمن، ويدفع نحو تحولات جديدة في المشهد السياسي والعسكري للبلاد. عملية إنزال جوي أمريكي في محافظة شبوة شرقي اليمن، وإعادة صنعاء للسيطرة على مأرب. في تطور لافت، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية إنزال جوي في محافظة شبوة الغنية بالنفط شرقي اليمن. ووفقا للصحفي أنيس منصور المعروف بانتمائه لحزب الإصلاح، فقد هبطت طائرة شحن أمريكية في مطار عتق بالمحافظة، ولم يكشف بعد عن محتويات هذه الطائرة التي تعد أول طائرة شحن أمريكية تهبط في مطار عتق، ما أثار تساؤلات حول هدف الإنزال الأمريكي المفاجئ. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تقارير تشير إلى نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر وحدات عسكرية إضافية في اليمن، مما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية لهذه التحركات. وتركز الإدارة الأمريكية اهتمامها الحالي على مناطق الثروة النفطية والغاز في شرق اليمن، حيث تبقي على وحدات عسكرية في شبوة، حضرموت، وحتى محافظة الأحج، تحت مبرر منع التهريب وحماية المصالح الاقتصادية. ويذكر أن شبوة وحضرموت تحتويان على حقول غنية بالنفط والغاز، مما يجعلهما مناطق استراتيجية لأي تدخل أمريكي محتمل. ومع هذا الإنزال الجوي، تسعى واشنطن لتعزيز نفوذها على المناطق الحيوية في البلاد، وسط حديث عن خطط تمويل عمليات قد تشمل إعادة إحياء النزاع في اليمن، وذلك لدعم مصالحها في السيطرة على موارد البلاد. وتزامن هذا التحرك مع إعادة فتح ملف محافظة مأرب المجاورة،
وهي محافظة نفطية مهمة أخرى شهدت صراعاً محتدماً في السنوات الأخيرة، ويعتقد أن هناك قلقاً متزايداً من إمكانية عودة صنعاء للسيطرة على مأرب، الأمر الذي قد يعيد رسم خريطة النفوذ في اليمن ويؤثر على الهيمنة الأمريكية في تلك المناطق. وفي ظل هذه التطورات تتصاعد الشكوك حول نوايا واشنطن في تعزيز سيطرتها على موارد اليمن، مما يشير إلى احتمال الإعداد لحرب طويلة الأمد في البلاد تحت ذرائع مختلفة، وسط مخاوف من إعادة اليمن إلى دائرة الصراع المباشر. الحوثيون يكشفون عن تنسيقات وتبادلات غير مسبوقة مع المحافظات الشرعية المحررة. كشف نائب وزير الخارجية في جماعة الحوثي حسين العزي عن مستوى جديد من التنسيق والتواصل مع المحافظات الخاضعة للشرعية، مؤكدا على وجود تطورات غير مسبوقة في هذا الصدد. وقال العزي: أقدر عاليا تنامي الوعي والإدراك في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية. وأضاف موضحا أهمية هذه المرحلة، وأثمن غاليا زخم التواصل والتنسيق الكبيرين مع صنعاء. وأوضح العزي أن صنعاء قد مرت بتجارب وتحديات صعبة أسهمت في صقلها وتطوير قدراتها الفريدة، وتابع قائلا: لقد صقلت صنعاء على مدار سنوات طويلة من الصعاب والأهوال، ما منحها خبرات نادرة وتجارب فريدة تجعلها في موقع متقدم وقادر على مواجهة التحديات. وأكمل العزي بتأكيد استعداد صنعاء لدعم المناطق اليمنية كافة قائلا: إن صنعاء اليوم جاهزة لمساندة جميع أبناء اليمن في كافة أنحاء البلاد، وستكون على أتم الاستعداد لرفدهم بكل الإمكانيات والمعارف التي تجعلهم في مقدمة الانتصار والفوز. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً شاملاً ومكثفاً من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في كل المحافظات، ويبدو أن هذا الإعلان يعكس نية جماعة الحوثي لتعزيز التواصل مع مختلف الأطياف اليمنية في خطوة قد تكون مؤشراً على تحولات سياسية محتملة. أحمد علي صالح يعود للواجهة من جديد، ويلتقي مسؤول جنوبي كبير في اليمن بتحالفات جديدة مع قوى سياسية واجتماعية. أحمد علي عبد الله صالح يعود إلى الواجهة من جديد بظهوره برفقة مسؤول جنوبي كبير، الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة. وقد أثار هذا اللقاء في هذا التوقيت اهتمام المتابعين والمحللين، حيث يرونه جزءا من تحولات سياسية قد تطرأ على المشهد اليمني. وفي تفاصيل اللقاء قام أحمد علي بزيارة خاصة إلى مقر إقامة الشيخ عوض بن الوزير في أبوظبي للاطمئنان على صحته، وذلك بعد أن خرج الشيخ عوض بسلامة من أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية حيث خضع لعملية جراحية ناجحة. الزيارة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان لهذا اللقاء أبعاد سياسية قد تمتد إلى تنسيق جديد في المشهد اليمني بين أطراف سياسية بارزة. وتعتبر هذه الزيارة التي جمعت أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل بشخصية مؤثرة في جنوب اليمن، خصوصا وأنت عضوا فعالا في حزب المؤتمر الشعبي العام، فرصة للنقاش حول الأوضاع الراهنة في شبوة والمحافظات الجنوبية وكيفية مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد. كما يعتقد أن هناك تنسيقا غير معلن حول القضايا السياسية والأمنية، وهو ما يمكن أن يؤسس لتحالفات جديدة مع قوى سياسية واجتماعية في جنوب اليمن. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، إذ تشهد الساحة اليمنية اضطرابات وصراعات مستمرة بين الأطراف المتنازعة، مما يجعل ظهور أحمد علي صالح بهذا الشكل العلني يشير إلى أنه ربما يسعى لتعزيز دوره السياسي مرة أخرى. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.